ترامب يرفض مبارزة بايدن افتراضيا فتتأجل المناظرة، وبايدن يطلب من المناصرين دعمه $5. الوساطة الدولية للتهدئة في ناغورنو كاراباخ تتقدم تحت النار، والتورط التركي يجر الناتو وروسيا إلى مواجهة في القوقاز. Anywhere in the world in 18 hours and whatever the nation needs. That's what that represents. You can go Wi-Fi. وأمريكا تطوي 20 سنة من الحرب في أفغانستان قبل نهاية السنة، وطالبان وحدها ترحب. وفي العربية الليلة عنوانان آخران هما: فرض حظر التجول الشامل في جميع محافظات ومناطق المملكة. 3 دول عربية تحت الإغلاق الجزئي بسبب كورونا. العربية تتابع الوضع بين تونس والأردن ولبنان. She has published 12 collections of poetry and a couple of volumes with essays on lyrical writing. وهيمنة نسائية على جوائز نوبل الأداب أيضا لشاعرة أمريكية، وترجيحات متزايدة لفوز ناشطة المناخ الأشهر غريتا ثامبرغ بجائزة السلام. المناظرة الثانية بين دونالد ترامب وجو بايدن لن تحصل في وقتها. أمريكا حبست أنفاسها في المناظرة الأولى أو بالبحرى المشاجرة الأولى. اليوم إعلان سريع عن أن المناظرة ستكون افتراضية عبر الإنترنت، فرفض ترامب. طبعا ترامب وبايدن بحاجة لمنصة المناظرة أو بالأحرى لجو الإثارة عند الكلام عن كورونا والتجارة والضرائب والطاقة. لكن يوم الاقتراع أصبح قريبا، المناظرات لن تغير الآراء، ولو أنها تشحد الحماسة. لذا المناظرة المقبلة المتفق عليها في 22 أكتوبر. طبعا كل ذلك يأتي في عقاب مفاجأة أكتوبر الأولى، وهي إصابة الرئيس الأمريكي بكورونا وأسلوبه في التعامل مع الإصابة وإعلان الانتصار بسرعة أسرع مما كان متوقعا ومما توقع خصومه. That's okay because I'd beat him in the second debate also. And but I'm not going to do a virtual debate. So Mr. President, you're not going to do it because the CPD, the Commission on Presidential Debates, announcing this morning that the second presidential debate will be virtual. Are you saying you're not going to participate? No, I'm not going to waste my time on a virtual debate. That's not what debating is all about. You sit behind a computer and do a debate. It's ridiculous. And then they cut you off whenever they want. ومعنا من واشنطن مراسلة العربية منى الشقاقي. منى مرحبا بك معنا. ماذا يا منى، هل ستحصل مناظرة أم لن تحصل؟ نديل، غير واضح لغاية الآن. تم الإعلان عن أنها ستكون مناظرة افتراضية من قبل اللجنة التي تنظمها. ترامب قال لا، بايدن قال نعم، ومن ثم لاري كودلو مستشار الرئيس قال بأن موقف الرئيس هو مجرد موقف أولي وهناك مفاوضات، ومن ثم اقترحت حملة الرئيس ترامب تأجيل المناظرة لتكون مناظرة شخصية وليست افتراضية. هم لا يريدون أبدا مناظرة افتراضية، كما قالت متحدثة باسم البيت الأبيض ليزا فرح اليوم. لمزيد من التفاصيل حول كل هذه المواقف لنتابع سويا التقرير الذي كنت قد أعددته سابقا حول الموضوع. في مقابلة مع فوكس بيزنس وصف الرئيس دونالد ترامب قرار اللجنة بتحويل المناظرة المقبلة المجدولة ليوم الخميس إلى مناظرة افتراضية بالسخيف، وقال إنه لن يشارك بها. لن أضيع وقتي على مناظرة افتراضية، هذا ليس هدف المناظرات، من خلف كمبيوتر أمر سخيف. حملة ترامب قالت إن الرئيس لن يكون معديا خلال أسبوع، وإن القرار هدفه مساعدة جو بايدن. الحملة أعلنت أن الرئيس ترامب سيجري تجمهرا انتخابيا بدل المناظرة. المرشح الديمقراطي جو بايدن قابل بمناظرة افتراضية، وقال إنه لا يعرف القرار النهائي لترامب لأنه يغير رأيه بين دقيقة وأخرى. دونالد ترامب ماهر في تسليط الأنظار عليه وإبعادها عن خصمه، فهو يحقق هدفه، فها نحن نتحدث عنه. الوقت سيكشف ما إذا كان قرار الانسحاب من المناظرة حكيم.
خلال الانتخابات الحزبية في عام 2016 قرر ترامب الانسحاب من مناظرة بسبب خلاف مع محطة تلفزيونية، وقرر أن يجري فعالية انتخابية أخرى بدل المناظرة، لكنه لم يكرر ذلك أبدا. تأتي التغييرات بعد أن تم استخدام عوازل بلاستيكية شفافة للفصل بين مرشحي منصب نائب الرئيس خلال مناظرتهما، بعد أن قال نائب الرئيس مايك بنس إنها غير ضرورية. نعم، والآن تقول حملة المرشح الديمقراطي جو بايدن بأنها لا تقبل تأجيل المناظرة، حيث أن اللجنة هي التي تضع هذا الوقت، وأن ما يحاول الرئيس ترامب أن يفعله هو أن يتنصل من المساءلة كما تقول الحملة. وحملة جو بايدن تقول بأنه إن تم بالفعل تأجيل هذه المناظرة فما سيحصل أنه سيقوم بعمل ما يشبه أو التاون هول أو سؤال وجواب مع الناخبين. منى، سريعا، إلغاء المناظرة سيلعب بصالح ترامب أم بايدن؟ من غير الواضح نادين، يبدو أنه الأداء تبع الرئيس دونالد ترامب لم يكن جيدا بحسب الكثير من الناخبين المستقلين والديمقراطيين في المرة الماضية. الكثير من مؤيديه ومستشاريه يريدونه أن يقوم بمناظرة أخرى يغير فيها من لهجته، وبالتالي لهذا هم يحاولون أن يغيرون من الموقف الأولي لحملة الرئيس ترامب. ونقطة أخيرة نادين، أريد أن أشير إلى أنها ليست المرة الأولى التي قد تجرى فيها مناظرة بشكل افتراضي، بمعنى أن لا يكون المرشحين في نفس المكان. إحدى المناظرات التي أجريت بين كينيدي ونيكسون كان كل مرشح فيها في استوديو منفصل، والمحاور كان في استوديو ثالث. فبالتالي يعني الكثير من المؤيدين يقولون بأننا نطالب من أطفالنا أن يذهبوا إلى المدارس عبر زوم، لماذا لا نجري مناظرة عبر زوم أيضا؟ شكرا جزيلا لك من واشنطن منى الشقاقي. نعود الآن إلى المناظرة الهادئة والخالية من الإثارة بين المرشحين لمنصب نائب الرئيس مايك بنس وكامالا هاريس. واشنطن بوست كتبت: المناظرة كانت مملة. جيد، نريد المزيد من هذه المناظرات. ابنة كاليفورنيا، هندية الجذور لجهة الأم، جامايكية الأصل لجهة الأب، كامالا هاريس ولدت في 20 أكتوبر في عام 1964 في مدينة أوكلاند في الولاية الغربية. قانونية حازمة، مدعية عامة لكاليفورنيا لستة أعوام من 2011 إلى 2017، دخلت عالم السياسة من باب مجلس الشيوخ عام 2016. صعدت هاريس على سلم المناصب إلى أن عينها المرشح الديمقراطي جو بايدن لمنصب نائب الرئيس. هي ديمقراطية متقلبة، هاجمت بايدن سابقاً بسبب دعمه المفترض للفصل العنصري ومعارضته للاندماج الإلزامي في المدرسة، أمر تطرقت له حملة ترامب عندما ذكرت هاريس أن بايدن لم يعتذر عن تلك التصرفات ولم يلتفت لها. الوساطة الدولية لنزاع ناغورنو كاراباخ، اليوم اجتماع في جنيف بين وزير الخارجية الأذربيجاني والوساطة الدولية المتمثلة بمجموعة مينسك، في الأثناء نظيره الأرميني في موسكو، معتبرا أن الحديث عن وساطة تحت النار غير منطقي، وفي الأثناء نصف سكان الإقليم مهجرون. صامتة
لا شيء يدور في ذهنها إلا أبناء تركتهم في الجبهة. ثمة خيط موصول ومغزول بالأمل، نسيج التضامن من غوريس إلى الإقليم المشتعل، خيوط وأياد تحيك الدفء علها تدرأ البرد عن الجنود في الجبهات. هذا أكثر ما يمكن تقديمه الآن، سترات حيكت بالخوف أيضا. ما يجري الآن هو مجزرة جديدة، أناشد الكل بالتدخل ووضع حد للعنف. لا ينفك هذا المسن في متابعة الأخبار، وهو الذي يعرف جيدا معنى الحرب. نحن نقاتل من أجل أرضنا ولا مجال للتراجع، سنحارب حتى الرمق الأخير. في هذا الفندق أكثر من 250 نازحا، أغلبهم من النساء والأطفال. ثمة آلاف في فنادق المدن الأرمينية، لا أعداد رسمية، لكن المؤكد أن الأرقام في ارتفاع مع ارتفاع الصراع الدائر بين كرباخ وأذربيجان. ويبقى معنا غسان أبولوز من غوريس الأرمينية الآن. غسان، بما أن عرضنا التقرير الذي يتعلق بالشق الإنساني، ما هي آخر المعلومات المتعلقة بالتطورات العسكرية من كرباخ؟ نعم نادين، الأوضاع ما زالت متوترة في إقليم كرباخ، خصوصا على خطوط التماس وعلى جبهات القتال. العمليات العسكرية ما زالت مستمرة والاشتباكات ما زالت مستمرة بحسب إحاطة ممثل وزارة الدفاع الأرميني. العمليات هناك قصف متبادل بين الطرفين على حدود إقليم كرباخ، وكانت وزارة الدفاع الأرمينية أعلنت اليوم أنها صدت هجوما للجيش الأذربيجاني على الجبهة الجنوبية، كما أعلنت عن إسقاط عدد من الطائرات المسيرة، وأيضا استهدفت مواقع عسكرية للجيش الأذربيجاني وأوقعت نحو 20 قتيلا من جنود الأذربيجانيين. هذا بحسب وزارة الدفاع الأرمينية. والعمليات العسكرية أيضا استهدفت القصف الأذربيجاني استهدف أيضا المدن في إقليم كرباخ، تحديدا مدينة شوشي، والتي أيضا أصيب فيها ثلاث صحفيين روس، وأحدهم حالته الصحية والطبية سيئة، ما استدعى إلى تدخل جراحي لإنقاذ حياة هذا الصحفي. حتى اللحظة لا توجد معلومات عن وضع هؤلاء الصحفيين، لكن كل ما نعلمه أن أحد الصحفيين خضع لعملية جراحية. إجمالا كما شاهدت بالتقرير نادين، الأوضاع الإنسانية متطورة ومتصاعدة بالنسبة للأرمنيين، خصوصا أولئك الذين يصلون من إقليم كرباخ إلى مدينة غوريس ومعظم المدن الأرمينية يتلقون المساعدات كما شاهدتم في التقرير. هناك حالة من الهلع والخوف بين النازحين على أبنائهم وعلى الأوضاع التي يمر فيها إقليم كرباخ نتيجة العمليات العسكرية العنيفة. أحد النازحين أبلغنا بأنه عايش الحرب في التسعينيات وقال إنه لم يشهد مثل هذه الحرب، الانفجارات والاستهداف يأتي من كل مكان، وهناك أيضا يعني أمل في العودة قريبا، لكن في ظل استمرار الصراع وفي ظل استمرار العمليات العسكرية لا يوجد يعني هناك منفذ للعودة في هذا الوضع العسكري المتصاعد في إقليم كرباخ. نعم نادين، شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات والإيضاحات من غوريس الأرمينية. مفاد العربية إلى هناك، غسان أبولوز. ومن غوريس إلى يريفان، وهذه المرة معنا من هناك ميكاييل زوليان، عضو الجمعية الوطنية الأرمينية. سيد ميكاييل، مرحبا بك معنا في العربية الليلة على شاشة العربية. هل يمكن أن تنجح أي وساطة دولية في التهدئة رغم اشتعال المعارك هي الأعنف؟ أه
أسعد الله مساءكم، شكرا على استضافتي. يحدون الأمل أن جهود الوساطة سوف تنجح، لكن علينا أن نكون واقعيين. لابد أن نفهم بأن أذربيجان مدعومة بتركيا هي المسؤولة عن هذا العدوان، فهم لديهم أهداف راديكالية متطرفة ويسعون لإحداث حالة من التطهير العرقي في هذا الإقليم، وقاموا بفعل ذلك من خلال القصف العشوائي التي طالت قرى، ومدنيون لقوا حتفهم وصحفيون وكل من كان على خط النار. فإن أذربيجان تشن حربا عدائية دموية، ويسعى الجيش في أقليم كرباخ لوقفهم، وحتى اللحظة الدبلوماسية لم تفلح. سمعنا تصريحات كثيرة من مجموعة مينسك التي تترأسها الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا، وسمعنا أيضا تصريحات من دول أخرى، وهي هذه واحدة من الحالات التي تم فيها اتفاق بين الغرب وروسيا وإيران والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. كلهم يرون ما الذي يحدث، ولابد لهم أن يعملوا على وقف العنف والعمل على سحب القوات الأذرية من المنطقة، وأن تتوقف أذربيجان عن استخدام المرتزقة، فهناك تقارير كثيرة صدرت عن استخدامهم ضد الأرمن في كرباخ. في هذه المرحلة لا بد لهذه الحرب أن تتوقف، وقبلها لا يمكن الحديث عن التفاوض، ولا سيما بأننا نحن لم نبدأ القتال، إننا مستعدون للتفاوض في أي وقت، لكن في هذه المرحلة إذا ما تم التوقف عن لم يتم التوقف عن القتال فسوف يكون هناك عملية تطهير جماعي. لا بد لأذربيجان وتركيا أن تتوقفا عن أعمالها العدائية، وأن تنسحب أذربيجان، وبعدها يتم الحديث عن التفاوض. لكن سيد ميكائيل، في المقابل أذربيجان تتهمكم أنتم بأنكم أنتم من بدأتم هذه المعركة وهذا التصعيد في الآونة الأخيرة، فطالما كل طرف متمسك بشروطه، أين يمكن الوصول إلى نقطة أو قاعدة تنطلق منها مسألة التفاوض بينكما؟ نتفهم أن الحرب الحديثة باتت تتعلق بجلها حول المعلومات، وكل طرف يقول بأننا لم نبدأ هذه الحرب، لكن إذا ما نظرتم كيف تطورت الأمور بسرعة، فبالنسبة للجانب الأرميني فما من سبب يدفعها للاقتتال، لأن كرباخ فهي جمهورية تقوم بوظائفها، والناس يعيشون هناك لمدة 26 عاما بعد الحرب التي دارت قبل ربع قرن. ونعم كان هناك حرب في تسعينيات القرن الماضي، ولكن بعد ذلك كان هناك حالة من السلم التي سادت لفترة طويلة رغم بعض المناوشات على الحدود، لكن مع ذلك كان الناس والشباب يعيشون بحالة من السلم، ولا أحد يرغب بالتوجه لخطوط المواجهة. لكن بعد ذلك شرعت أذربيجان بدعم من تركيا ببدء هذا الهجوم، وهناك أدلة دامغة كثيرة تشير إلى بدء أذربيجان بشروع بالحرب. فمنذ قبل بضعة أيام عرضت بي بي سي بأن هناك تحرك قبل اندلاع الحرب من جانب أذربيجان، وكان هناك أيضا بعض العربات التي استخدمتها أذربيجان للشروع في المعركة. منذ بدء المعركة كان هناك أحاديث كثيرة وتقارير عن شروع أذربيجان. لا يوجد أي صحف أو مراسلين أجانب هناك لتثبت ذلك. أما بالنسبة لنا فكان لدينا صحفيين يبلغون عما يحدث كل لحظة بلحظة. وقبل بضعة أيام من اندلاع هذا الحرب كان هناك عملية تدريب عسكرية مطولة بين أذربيجان وتركيا، لذا ثمة أدلة كثيرة تظهر بأن أذربيجان هي التي من باشرت وشرعت في الحرب، وحتى أن جانب الأذري لم يخفوا نواياهم في هذا الأمر. لو سمعتم التصريحات التي صدرت عن الرئيس علييف حول
حول هذه المسألة وتصريحات من تركيا، فيمكنكم أن تتأكدوا أنه خلال الأشهر القليلة الماضية أو سنوات الماضية كانوا يقولون بأن المفاوضات لم تفلح وأننا لن نحقق أي شيء منها، وقالوا بأنهم سوف يحلون هذه المشكلة بطريقة عسكرية. أرمينيا كانت تقول دائما بأنها لديها مشاكل وترغب بحلها من خلال التفاوض، ونعتقد أن هذا الصراع لا يمكن أن يحل عبر السبل الحربية بل السبل السلمية. ومن الجانب الأذري فهناك عدة مرات التي سمعنا فيها أقاويل عن سعي أذربيجان لحلها عسكريا، وهذا أمر كان مفاجئا بالنسبة لنا، كنا نتوقعه منذ فترة. شكرا جزيلا لك من يريفان ميكايل زوليان عضو الجمعية الوطنية الأرمينية. والعربية الليلة مستمرة وفيها بعد قليل. بالواقع المعزز، زمن السفر فوق سرعة الصوت عاد بقوة، لكن لعل زمن السفر يعود أصلا بغض النظر عن هذه السرعة. هناك الكثير من المدن الفارغة في العالم، في الاتحاد السوفيتي السابق مثلا، لكن قلة من المدن المهجورة تشبه هذه المدينة. فاماغوستا في شمال شرق جزيرة قبرص، ففي فاماغوستا لا شيء يبدو مثيرا للدهشة مثل هذه الضاحية فاروشا، وكأن الحياة توقفت فيها فجأة قبل 46 عاما عندما احتلتها القوات التركية وطردت سكانها البالغ عددهم 46 ألف نسمة. في فاروشا الفنادق خاوية وغير المدمرة، المنازل والشوارع، المحلات التجارية، لا شيء يسكنها سوى أشباح الماضي. لماذا نتحدث عن فاماغوستا؟ لأن القبارصة الأتراك وبرعاية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قرروا إعادة فتحها، وفي عرف القبارصة اليونانيين القرار يعني استيطان المدينة التي يملكها أهلها المهجرون إلى الشطر الجنوبي من هذه الجزيرة. الغريب أنه تنعقد محادثات يونانية تركية في براتسلافا، يأتي تشويش من هنا. فاماغوستا آخر شواهد الحرب القبرصية المنسية التي من آثارها آخر عاصمة مقسمة في العالم نيقوسيا، وأغرب مدينة أشباح في العالم فاماغوستا. أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على 18 مصرفاً إيرانياً. أكد بيان لوزارة الخزانة أن العقوبات تهدف لحرمان النظام الإيراني من الموارد المالية التي يمكن استخدامها لتمويل ودعم برنامجها النووي وتطوير الصواريخ والإرهاب. كما أشار البيان إلى أن العقوبات لن تشمل التراخيص والاستثناءات الحالية للتجارة الإنسانية والتي تظل سارية المفعول والتأثير الكامل للبنوك. كما تعهد وزير الخزانة الأمريكي ستيفن مينوتشن بمواصلة فرض العقوبات المالية على النظام الإيراني والمؤسسات المتعاونة معه إلى حين إيقاف طهران لدعمها للأنشطة الإرهابية. أعلنت وزارة العدل الأمريكية مصادرة 92 موقعا إلكترونيا يستخدمها الحرس الثوري الإيراني في نشر معلومات مضللة تستهدف الأمريكيين ودول أوروبا والشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا. عملية إحباط وكشف جديدة تطال الأذرع الإلكترونية للحرس الثوري، نفذها مكتب التحقيق الفيدرالي وشركات التواصل في تحقيق مشترك. وزارة العدل الأمريكية أعلنت عن مصادرة 92 موقعاً إخبارياً تعمل تحت إشراف وإدارة الحرس الثوري الإيراني لنشر معلومات مضللة وأغراض دعائية. تحديد هذه المواقع حسب وزارة العدل الأمريكية تم بفضل معلومات حصلت عليها من جوجل ومساعدة موقعي تويتر وفيسبوك. هذه العقوبات ستطال مواقع أهمها newsstand7.com وusjournal.net ومعهما usjournal.us وtwtoday.net.
كان يشغلها الحرس الثوري الإيراني بهدف التأثير على السياسة الأمريكية، بينما تتضمن الأسماء 88 الأخرى مواقع إخبارية تعمل على نشر الدعاية الإيرانية باتجاه أوروبا الغربية والشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا. زوار هذه المواقع سيرون رسالة تحمل شعاري وزارة العدل الأمريكية والFBI تنوه بأن هذا الموقع تمت مصادرته من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي بناء على مذكرة صادرة عن محكمة المنطقة الشمالية في كاليفورنيا. يذكر أن الحرس الثوري الإيراني مارس أنشطة تجسسية مستخدماً حملة مشابهة عام 2018 تضم أكثر من 70 منفذاً إعلامياً وهمياً تستخدم للتضليل الإعلامي وتنشر الدعاية الإيرانية سراً في 15 دولة، كشفها محققون في شركة فاير آي الأمريكية للأمن. قرابة 5000 جندي أمريكي في أفغانستان سيمضون أعياد نهاية العام مع عائلاتهم، وستغلق صفحة عمرها 20 عاماً. فبعد ساعات فقط من إعلان مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين أن بلاده ستخفض عدد قواتها هناك إلى 2500 أوائل العام المقبل، عاد الرئيس الأمريكي لينادي عبر منصته المفضلة تويتر أن الجنود المرابطين في الأراضي الأفغانية سيعودون أدراجهم بحلول عيد الميلاد. قوبل الإعلان بترحيب من حركة طالبان التي تقاتل لطرد القوات الأجنبية منذ الإطاحة بها عام 2001، في حين فضلت الحكومة الأفغانية التزام الصمت حتى الآن، لا سيما وأن الانسحاب الأمريكي سيضعف من نفوذها خلال المفاوضات مع طالبان في قطر، خاصة في البندين المتعلقين بوقف إطلاق النار وتقاسم السلطة. رغم أن الإعلان لم يكن متوقعا في هذا التوقيت، إلا أنه يترجم توجه الأمريكي المعلن واتفاق فبراير الماضي على طي صفحة أفغانستان. وينضم إلينا من جدة سيد جلال كريم سفير أفغانستان السابق لدى المملكة العربية السعودية. مرحبا بكم معنا في العربية الليلة سيد جلال كريم في هذه النشرة. بداية، ماذا يعني تسريع الانسحاب الأمريكي من أفغانستان؟ أولا شكرا لاستضافتي، سعيد أن أكون معكم. بخصوص طبعا خلينا نشوف تأثير الحرب الأمريكا في أفغانستان على الحكومة الأمريكية وأمريكا من ثلاثة أبعاد المختلفة. أولا من ناحية النظر العسكرية أكثر من 3000 قتيل وعشرين ألف جريح، ومن ناحية النظر المادية أكثر من تريليون دولار من الخسائر في هذا الحرب. ومن ناحية النظر السياسية تنازل لحركة طالبان واعتراف بحركة طالبان كحركة سياسية، وثانيا توقيع دولة عظمى اتفاقية انسحاب مع حركة طالبان، وثالثا إعطاء دور أكبر في عملية المصالحة لباكستان. فهذا طبعا تأثير من ثلاثة أبعاد المختلف من الحرب على أمريكا. أما بخصوص انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان، فالرئيس ترامب كان واضح جدا في هذا الخصوص، وحتى زلمي خليلزاد السفير الأمريكي الممثل الخاص للوزير الخارجية الأمريكية في أفغانستان قال إنه إحنا دخلنا أفغانستان بدون إذن أحد وسوف نخرج من أفغانستان بدون إذن أحد. فهم فخامة الرئيس ترامب من بداية الانتخابات كان رايه انه بده يخرج من القوات الامريكيه كامله من افغانستان، ولكن اللي صار انه السفير زلمي خليلزاد استطاع ان يجعل هذا الخروج في ويلفها بالاتفاقيه خروج القوات الامريكيه مع طالبان، و يعني يبين الموضوع انه لمصلحه امريكا ودخول امريكا
في عملية طب لماذا حركة طالبان وحدها ترحب الآن؟ ما دلالات ذلك؟ طبعا بالنسبة لحركة طالبان يعتبر انتصارا كبيرا لحركة طالبان، لأنه من أول يوم كان طالبان ما هم مستعدين دخول في أي عملية التفاوض أو أي شيء إلا بالتزام الحكومة الأمريكية خروج قواتها من أفغانستان. أما بالنسبة للحكومة الأفغانية طبعا لا يرحبون بالخروج القوات الأمريكية لأنها سوف يضعف موقف الحكومة في عملية التفاوض. طيب ابقى معنا وننتقل إلى هذا المعلومة وفي هذه الأخبار المتعلقة بالظروف التي كانت هي الأسوأ في تاريخ أفغانستان حين دخلت القوات الأمريكية إلى البلاد عام 2001 لتطيح بنظام طالبان راعي تنظيم القاعدة. منذ تلك اللحظة توالت التغييرات التي طالت أدق تفاصيل الحياة. نذكر منها 5 أحداث محورية. عام 2004 إذن وتم الإذن بإجراء أول انتخابات تقوم على أساس الاقتراع المباشر، وتوجت بفوز حميد كارزاي بنسبة 55% من الأصوات. كان الحدث الأبرز الذي هز العالم بأكمله مقتل زعيم القاعدة والمسؤول المباشر عن هجمات 11 من سبتمبر أسامة بن لادن. كان ذلك بعملية للقوات الخاصة الأمريكية في باكستان في مايو 2011. عادت القوات الأمريكية لتعزز تواجدها في أفغانستان فعام 2012 بقوام وصل إلى 100,000 جندي بعد أن كثفت حركة طالبان هجماتها. وفي منتصف 2018 بدأ ممثلو واشنطن وطالبان محادثات في الدوحة وسط تكتم تركز على تقليص عدد القوات الأمريكية في أفغانستان، ليباغت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تلك المفاوضات بقرار لإيقافها عقب مقتل 12 شخصا في هجوم في كابول كان أحدهم جنديا أمريكيا. أعود إليك سيد جلال كريم سفير أفغانستان السابق لدى السعودية من جدة، هل هذا يضع اليوم الحكومة الأفغانية بأنها الموقف الأضعف في محادثات الدوحة؟ ما رأيك؟ طبعا بدون شك أنه القرارات اللي أخذها الرئيس ترامب وخارجية له تأثير كبير جدا على الحكومة الأفغانية، لأنه قبل 2 أو 3 شهور حدد أمريكا بوقف المساعدات العسكرية على حكومة أفغانستان، وأيضا حكومة كان يماطل على الإفراج عن 5,000 سجناء طالبان، ولكن تحت الضغط الأمريكي والأوروبي وافق الحكومة، فطبعا أكيد لها تأثير كبير جدا على الحكومة وفي المفاوضات. نعم، شكرا جزيلا لكم من جدة سيد جلال كريم سفير أفغانستان السابق لدى المملكة العربية السعودية. حضور قوي للنساء في جوائز نوبل هذه السنة، فازت العالمتان إيمانييل شاربونتيه من فرنسا وجينيفر داودنا بجائزة نوبل للكيمياء لعام 2020 لتطويرهما وسيلة لتعديل الجينات، بينما كانت الأمريكية أندريا جيلز الفائزين بجائزة نوبل للفيزياء لمشاركتها في اكتشاف مادة غير مرئية شديدة الثقل وهي تتحكم بمدارات النجوم في مركز مجرتنا. اليوم فازت أيضا الشاعرة الأمريكية لويس غلوك بجائزة نوبل للأدب تقديرا لصوتها الشعري المميز والذي يحول بعذوبته الوجود الفردي إلى عالمي حسب الأكاديمية السويدية. على كل حال النساء يغيرن العالم، وحتى الآن فازت 57 امرأة بجوائز نوبل. بما أننا نتحدث عن الإنجازات النسائية نتحدث اليوم عن ترشيح السعودية ملاك عابد الثقفي مع 5 سيدات
أخريات لجوائز الإلهام والابتكار في العلوم، والتي تنظمها مجموعة نيتشر ريسيرش، والتي تصدر بعد أبرز الإصدارات العلمية. الثقفي مشرفة تعمل في مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية في مدينة الملك فهد الطبية كاستشارية في العلوم العصبية والوراثية الجزيئية. يبدو أن العلوم تتجاوز التوترات السياسية. الثقفي مرشحة مع علمتين على علاقة بالمنطقة، تركية وأخرى أمريكية من أصل إيراني، والجائزة ستمنح في 14 أكتوبر. ونرحب بضيفتنا من الرياض دكتورة ملاك الثقفي، طبيبة استشارية وعالمة الأبحاث. دكتورة ملاك، مرحبا بك معنا في العربية الليلة على شاشة العربية. قبل أن نتحدث عن ترشيحك في جوائز الإلهام والابتكار في العلوم، ما رأيك أولا في غلبة النساء في جائزة نوبل؟ مساء الخير نادين والسادة المشاهدين، وشكرا على الاستضافة. يعني كما ذكرتي تستمع للمقدمة، نوبل تاريخها طويل. نوبل أنشئت عام 1901، أكثر من حوالي 120 عام. أحب أعطي للمشاهدين يعني فكرة مبسطة. من عام 1901 إلى عام 2003 فقط 11 جائزة نوبل ذهبت للنساء في مجالات العلوم، منها 3 جوائز ذهبت لعائلة ماري كوري. ماري كوري كانت أول سيدة تحصل على، أو أول شخص حتى في نوبل يحصل على الجائزة مرتين في مجال العلوم الفيزياء والكيمياء، وبعدها أتت ابنتها فحصلت على الجائزة كذلك. فثلاثة من الـ11 في أكثر من 100 سنة يعني ذهبت لعائلة واحدة، والثمانية الباقيات ذهبت لسيدات مختلفات في مجالات العلوم والطب المختلفة. حصلت قفزة كبيرة من عام 2004 إلى البارحة، 12 سيدة حصلنا عليها في مجالات الطب والعلوم والفيزياء فقط في الـ16 سنة الماضية. فهناك يعني للملاحظ والمتابع، النساء قادمات بقوة، وهم موجودات في العلوم بقوة بس قادمات بقوة. هناك جوائز عديدة يعني عالمية سيطرت عليها النساء في بداية القرن 21. نعم دكتورة ملاك، قبل أن نتحدث عن إنجازاتك شخصيا، هل تحلمين أنت بجائزة نوبل؟ جائزة نوبل حلم كل مجال، كل باحث أو باحثة، يعني أي أحد اختار طريقا للعلم، هذه حلم معنا يولد ويكبر. الحصول عليها ليس بالحلم السهل أبدا. يعني الناس، في ناس تستغرق كل حياتها وجدنا بعض الفائزين تجاوزوا حتى 90 عاما إلى أن حصل عليها، وهناك ناس نوابغ حصل عليها في سن مبكر خصوصا من القرن 20. طبعا هذه البداية، لكن الطريق لها ليس ممهدا أبدا، وليس خصوصا للسيدات. طيب هل ترشيحك لجوائز الإلهام والابتكار في العلوم قد تكون هي البداية؟ حدثينا عنها أكثر. طبعا يعني أنا بتكلم على جائزة نيتشر ريسيرش للعلوم والابتكار. مجموعة نيتشر ومجلة نيتشر من أعرق وأهم المجلات العلمية في العالم، يعني أسست عام 1869. ونحن عندنا مقولة في المجال الطب والعلوم، من ينشر في نيتشر كما أحرز هدف في كأس العالم، من أهم المجلات العالمية. فالترشيح لجائزة للعلوم، وخصوصا في هناك نوعين من الجوائز، لجائزة نيتشر جائزة الإنجاز العلمي وجائزة التوعية بالعلوم، كان ترشيحي في جائزة الإنجاز العلمي هذا العام. حسب مجموعة نيتشر أكثر من 200 متقدم من 46 دولة، وهذه أول مرة من المنطقة العربية أو حتى المرشحات الأخريات كلهم بالولايات المتحدة. فهذه أول مرة من المنطقة العربية شخص يعيش في المنطقة العربية أو سيدة تترشح لها. فالحمد لله هذه البداية أعتبرها كبداية طريق، هي مصممة للسيدات إلا في بداية ومتوسط مشوارهم العلمي. فأنا أعتبرها فاتحة خير، ونتمنى، المشوار طويل جدا ويحتاج جهود، ليس ملاك فقط، هذه منظومة إيكو سيستم كامل لازم يكون متوفر لي ولغيري من السيدات في العلوم في المنطقة للوصول لهذا الإنتاج، لكنه ليس ببعيد. بالتأكيد. ودكتورة ملاك، والسعودية تقود مجموعة الـ20، وأنت لك أيضا دور في هذه الأمور التي تحصل مؤخرا. هل مستقبل هذه المنطقة برأيك يضعها العلماء والعالمات أمثالك أنت؟ صحيح، يعني نحن تشرفنا هذه السنة أنه مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية والتي أعمل بها كذلك أو تحتضن مشروع الجينوم السعودي، كانت هي القائدة في فرع S20 أو العلوم 20.
ومن حوالي أسبوعين فقط يعني كان حرص الاس 20 أنه يكون نسبة نساء فيها عالية، حوالي 40% كان من الأعضاء أو رؤساء أو نواب رؤساء المجموعات سيدات من في العلوم من المنطقة من كل مناطق العالم. كذلك استضفنا ويبينار كان فريد من نوعه سميناه نساء في العلوم، واحدة فيه سيدات من كافة مختلفة. يعني هو السيدات في العلوم يشاركنا نفس الصعوبات والعقبات، هناك بعض التمييز الضمني، هناك بعض عدم التساوي الفرص. السيدات معروفة مهاراتهم في مجالات متعددة لكنهم perfectionist، يميلون إلى الكمال، فالسيدة لا تليها تذهب وترشح نفسها أو تقوم ب يعني تقبل وظيفة إلا إذا كانت ترى نفسها 100% موافقة للمواصفات. بالعكس وجدت الأبحاث أن الرجل حتى لو كان 60% فقط توافق الشروط يقدم ويبادر. كلامك 100% أيضا يا دكتورة، بس أتوقع هذا في كل المجالات تخصصها، فنحن perfectionist. فهذه كانت السنة يعني فرصة جميلة، يعني سمعنا من سيدات في البرازيل وكوريا وغيرها، يعني كانوا بصراحة منبهرين بالسيدات في المنطقة العربية خصوصا في مجال العلوم والتقنية. وأتوقع يعني وهذا توقع دراسات مثبتة 60% من خريجات الجامعات في العالم العربي تقريبا من 49 ل 60% هم فتيات في مجالات العلوم. ونحن نتمنى لكنا كل مستقبل التوفيق. العالم العربي نعم في العلوم كل التوفيق. شكرا جزيلا لك دكتورة ملاك الثقفي، الطبيبة الاستشارية وعالمة الأبحاث. وهذه صور لغارات كانت نفذتها طائرات تحالف دعم الشرعية في مأرب والجوف، وكنا سمعنا في الآونة الأخيرة بأنه تم تكثيف الغارات على مواقع تابعة للحوثيين بعد أن كانوا استهدفوا المناطق الحدودية للمملكة العربية السعودية. وما زالت حملة قوات التحالف تنفذ غاراتها على مناطق لدعم الشرعية في اليمن، وخصوصا في منطقة مأرب الجنوبية وفي منطقة الجوف. وحتى هذه الساعة ما زالت هناك محاولات لرأب الصدع في بعض المناطق، خصوصا مع تكثيف الحملة من قبل قوات التحالف وهذه الغارات المكثفة على مناطق للحوثيين ومناطق تابعة للميليشيا الحوثي. وكنا أعلننا طبعا أمس بأنه تم استهداف ومقتل قيادي حوثي. أيضا ما زالت المعارك متجددة خصوصا في مناطق جنوب اليمن وفي محافظة الجوف وأيضا في مأرب، نتحدث في المناطق الجنوبية هناك. وكنا عرضنا لكم هذه الصور. العربية الليلة مستمرة وفيها بالواقع المعزز زمن السفر فوق سرعة الصوت هو عائد بقوة، لكن لعل زمن السفر يعود أصلاً بغض النظر عن هذه السرعة. فيروس كورونا يفتك بالأرواح أكثر بثلاث مرات مما يسببه التهاب الرئوي والإنفلونزا مجتمعين. أرقام مكتب الإحصاءات الوطنية البريطانية الأشهر ONS الثمانية الأولى من العام أشارت إلى أن الفيروس تسبب موت أكثر من 48 ألف شخص في إنجلترا وويلز، في حين بلغ العدد بالنسبة لوفيات التهاب الرئوي 13,500، بينما تسببت الإنفلونزا بموت قرابة 400 شخص في ذات الفترة. لفهم تأثير كورونا سنحول الأرقام إلى نسب، ما يعني أن فيروس كورونا بين شهري يناير وأغسطس أزهق أرواح 12.4% من مجمل الوفيات، فيما كان التهاب رئوي مسؤولا عن موت 3.5% من المجموع فقط. أما الإنفلونزا فقد تسببت بوفاة 0.1% فقط. في دراسة جديدة أعدها مكتب الإحصاء البريطاني أوضحت فيها أن الوفيات في بريطانيا بسبب فيروس كورونا منذ بداية العام وحتى أغسطس 2020 وصلت لثلاثة أضعاف الوفيات التي تسبب بها مرضي الإنفلونزا والالتهاب الرئوي. الدراسة أشارت أيضا أنه منذ أن بدأ مكتب الإحصاء البريطاني بتسجيل أعداد الوفيات الشهرية في بريطانيا في العام 1959 فإن وفيات مرضي الإنفلونزا والالتهاب الرئوي التي سجلت منذ ذاك الحين وحتى الآن بشكل شهري كانت أقل من وفيات كورونا التي تم تسجيلها في 8 أشهر. مكتب الإحصاءات قال أيضا إنه بالرغم من وفيات كورونا أكثر من حالات الوفاة الناجمة عن الإنفلونزا والالتهاب الرئوي، إلا أن الشهادات التي صدرت للمتوفين وذكرت مرض كوفيد-19 كسبب رئيسي للوفاة كانت أقل.
تأتي هذه الدراسة وسط ارتفاع حاد لإصابات فيروس كورونا الجديدة التي تسجل بشكل يومي في بريطانيا في ظل محاولة رئيس الوزراء لاحتواء الوضع الصحي. نحن مستمرون بتقديم الدعم. 5 مليارات جنيه استرليني تم توفيرها لدعم مناطق شمال شرق وشمال غرب بريطانيا التي تعاني من إغلاق محلي وقيود اجتماعية أكثر، وسنستمر في دعم كل المناطق التي تضطر لتطبيق قيود الإغلاق المحلي. هذا وقد بلغت أعداد الوفيات بسبب فيروس كورونا في بريطانيا 48,186 حالة وفاة، وهو ما يشكل نسبة 30% من أعداد الوفيات الكلية التي تم تسجيلها في البلاد. التوقيت الذي نشرت فيه هذه الدراسة كان سيئاً بالنسبة للحكومة البريطانية، والتي تتعرض لضغوط سياسية وشعبية كبيرة بسبب الخلاف على طريقة إدارة ملف وباء كورونا، والتي وصفتها المعارضة البريطانية بأنها فاشلة. ويبقى الجميع في انتظار لقاح جامعة أكسفورد المتوقع قريباً لعله يزيح الغمامة عن المشهد السياسي والصحي على حد سواء. أحمد العناني، العربية، لندن. ومن لندن إلى بيروت وتونس، معنا من هناك ناهد يوسف، ومن تونس وليد عبد الله لنتابع الإغلاق الجزئي هناك. ناهد، مرحبا بك معنا. عداد كورونا بدأ يسجل أرقام مرتفعة ومخيفة جدا في لبنان مع الإغلاق الجزئي، كيف هي الأجواء؟ ضعينا في الصورة. نعم نديم، كما ذكرت فإن الأرقام تزداد بشكل كبير جدا. اليوم كان سجل لبنان 1342 إصابة، أمس كان 1450 إصابة، وهو الرقم القياسي الرقم الأعلى في لبنان بالنسبة للإصابات، أيضا مع تسجيل حالات وفيات يوميا، وهذا الأمر المقلق جدا والذي أدى إلى اتخاذ وزير الداخلية الأسبوع الماضي قرارا بإغلاق 111 بلدة في لبنان. تم اختيار هذه المناطق نسبة لتسجيل أعداد إصابات كبيرة فيها مقارنة مع عدد سكانها. نحن الآن في منطقة أنطلياس في قضاء المتن، هذا الشارع تحديدا هو شارع يطلق عليه شارع المطاعم، يكون عادة مكتظا بالمواطنين وبزحمة سير كبيرة في هذا الشارع. المطاعم تفتح ل 24 ساعة عادة لا تقفل، وفي هذا الوقت من المساء تكون ممتلئة بالرواد، ولكن يمكن أن نرى الآن كيف هي مقفلة. كل هذه المطاعم مقفلة بالكامل، حركة المرور خفيفة جدا، وحركة المرور فيها تكون فقط لانتقال المواطنين من بلدة إلى بلدة، وخصوصا لأن المناطق هنا في هذا القضاء متلاصقة. كل المحال فيها تم أقفلت، أيضا السوبر ماركت، الأفران والصيدليات فقط تم إبقاؤها مفتوحة، ولكن بشرط أن تقفل السوبر ماركت مثلا محلات المواد الغذائية عند الساعة 10 فقط، أي الآن ليس هناك أي محل مواد غذائية يمكن إيجاده مفتوحا في هذه البلدة. الوضع هنا شبيه بكل البلدات الأخرى التي تم إقفالها، نفس الإجراءات تسير، ليست هناك من قوى أمنية هنا، ولكن فقط شرطة البلدية هي من تقوم بالإشراف على عملية الإقفال. نعم. وأيضا بالنسبة لحركة المرة، يعني هذا هو المشهد هنا في يعني حقيقة ناهد، فاجأتينا في هذه المشاهد غير المسبوقة واللافتة، خصوصا من شارع أنطلياس حيث المطاعم والمقاهي يعني والناس المكتظة. شكرا جزيلا على هذه الصور. ماذا عن العاصمة تونس حيث وليد عبد الله هناك حظر تجول ليلي في 4 محافظات بما فيها العاصمة؟ ما التفاصيل وما الصورة من خلفك يا وليد؟ مساء الخير نادين. تقريب الوضع هنا في تونس العاصمة لا يختلف كثيرا عن الوضع في بيروت، دقائق معدودة وينطلق سريان حظر التجوال الليلي في محافظات تونس الكبرى، 4 محافظات تونس العاصمة، بن عروس، منوبة، وأريانا، وذلك تفاديا للأرقام المفزعة والمهولة لانتشار فيروس كورونا. اليوم تونس سجلت أكثر من 2500 إصابة و45 حالة وفاة، ما يرفع عدد الوفيات إلى 409. وزارة الصحة تقول إن الوضع ما يزال خطيرا وينبئ
بالأخطر وقد يكون كارثيا ويجب أن نقبل التعايش مع فيروس كورونا. في الحقيقة إجراء حظر التجوال الليلي في محافظة تونس الكبرى وأيضا محافظات سوسة والمنستير شرق البلاد وأيضا الكاف غرب البلاد هي جملة أو حزمة من الإجراءات التي أقرتها وزارة الصحة والسلطات التونسية للحد من هذا الانتشار المخيف وربما تجنب تسونامي فيما يتعلق بفيروس كورونا. تونس تتوقع الأسوأ. نحن هنا في شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة، كما قلت نادين تقريب دقائق ويدخل حظر التجوال الليلي حيز التنفيذ. الصورة كما تشاهدون من خلفي لندع الكاميرا تقريبا الحركة توقفت أو تكاد بالكامل هنا وسط العاصمة، والحال ينسحب على باقي محافظات تونس الكبرى. المحلات مغلقة، أيضا المطاعم والمقاهي على غير العادة. تونس أو هذا المكان تحديدا الشارع الرمز لم يشهد هذه الحالات إلا تقريبا مرتين فقط، المرة الأولى إبان أحداث الثورة التونسية عند فرض حظر التجول وحالة الطوارئ، والمرة الثانية في الموجة الأولى من فيروس كورونا، وبالتالي السلطات التونسية تسعى إلى الحد من انتشار فيروس كورونا بإجراءات معينة، لكنها لن تذهب حتما وفق السلطات التونسية إلى إغلاق الحدود وإغلاق البلاد وفرض الحظر الصحي الشامل نظرا لاعتبارات اجتماعية وأخرى. وبقي لسها دقيقة واحدة قبل أن ننهي هذه النشرة. نعم، شكرا جزيلا الوليد. سهى، ماذا عن العاصمة الأردنية عمان حيث يبدأ الإغلاق غدا؟ نادين أهلا بك. طبعا ليس فقط عمان الحظر الشامل، يعني هو في جميع محافظات المملكة حيث انتشر هذا الفيروس في هذه الموجة في جميع المحافظات، حتى أن المحافظات التي لم تكن تسجل أي إصابات باتت اليوم هي الأكثر ارتفاعا. الحظر هذا لمدة 48 ساعة، وحتى إشعار آخر سيتكرر في نهاية كل أسبوع. طبعا الحكومة قالت أن هذا الحظر جاء لتسجيل تسهيل عمل فرق التقصي الوبائي، وكما تعلمين أن التجمعات تزيد في نهاية الأسبوع. نحن وصلنا إلى أكثر من 1000 حالة يوميا في الأردن، هذه أرقام غير مسبوقة، زادت حالات الوفاة. إضافة أن الحكومة لوحت بأن وصول الأردن لأكثر من 3000 حالة يوميا، هذا ما يعني يضع الأردن في موقف صعب، وهذا يضر أو يهدد المنظومة الصحية. الأردن تحاول الموازنة بين المنظومة الصحية والاقتصادية. الحظر الشامل السابق أثر كثيرا على الاقتصاد الأردني. الأردن تحاول الموازنة بين الاقتصاد وبين الصحة، ولكن هناك يعني خطر حقيقي على المواطن الأردني الذي يعني تعول عليه الحكومة في التعامل مع هذا الفيروس بطريقة جدية. سهى جميل من عمان، وليد عبد الله من تونس، ونهد يوسف من بيروت، شكرا جزيلا لكم. إذن عقدان مرا على وداع طائرة كونكورد أجواءنا لدواعي السلامة، كانت رمز التفوق في الطيران والتحليق بسرعة الصوت. للأسف منذ ذلك الحين ونحن نحلق فقط بسرعة 900 كيلومتر في الساعة، لكن قد تعود طائرات تحلق بسرعة الصوت إلينا قريبا. هذه طائرة XB1 من شركة طيران الناشئة بوم سوبرسونيك، إنه نموذج الأولي للشركة ولن تقوم برحلة بها حتى العام المقبل، هي نسخة مصغرة من النموذج التجاري، فرحلات العام المقبل ستكون للتجارب فقط. أما تقنية كهذا فستمر بمئات الاختبارات والموافقات التنظيمية من هيئات الطيران المختلفة، فإن نجحت التجارب كلها ستحمل هذه الطائرة 44 راكبا في أول رحلة لها عام 2029، وبسرعة قد تصل إلى 1600 كيلومتر في الساعة. طبعا هذه السرعات ممكنة بسبب شكل الجناحين كما ترون، هذه أجنحة دلتا وشكلها يعطي القدرة على التحليق أسرع من سرعة الصوت، والسرعة هذه يعني التحليق من طوكيو إلى لندن ثم نيويورك في 9 ساعات ونصف الساعة. الرحلة اليوم تستغرق أكثر من 20 ساعة، إذن عصر السفر أسرع من الصوت يعود بقوة، لكن لعل زمن السفر بغض النظر عن السرعة يعود أيضا بسرعة. إلى هنا تنتهي الساعة الإخبارية الأولى من العربية الليلة، ونلقاكم بعد قليل في ساعة إخبارية ثانية والمزيد من الملفات فيما يتعلق أيضا بكورونا وغيرها من الملفات السياسية، تابعونا بعد قليل.
حديث الأمير السعودي بندر بن سلطان للعربية حديث العالم في المنطقة وأبعد بكثير من المنطقة، فصحيفة فاينانشال تايمز ألقت الضوء على المقابلة الحدث وعنونت أمير سعودي ينتقد القيادات الفلسطينية لاتهامهم دول الخليج بالخيانة. بعد فاينانشال تايمز صحيفة نيويورك تايمز تناولت حديث الأمير بندر بن سلطان على قناة العربية والذي امتد على 3 أجزاء وعنونت الأمير بندر يقول إن المسؤولين الفلسطينيين أفشلوا الفلسطينيين. التغطية لا تتوقف هنا، عشرات الصحف عبر العالم، والآن نعود معكم إلى مقتطفات من الأجزاء 3. ديدن القيادات السعودية ما يجتمعون معها إلا على الأقل نصف الكلام إلى 3/4 عن القضية الفلسطينية. التاريخ يعيد نفسه، في شؤم في هالقضية، كل ما قلنا تنفرج إن حنا مستعدين نتحمل أمام الأمريكان، حنا اللي ما سهلنا العملية، ما نبي الفلسطينيين يتحملون سبب الفشل. طلبوا أنهم يرجعون لاتفاقية الحكم الذاتي اللي مرفقة باتفاق معاهدة كامب ديفيد، وقيل لهم هذا ما عاد يبقى على الطاولة، وهذا يعيد نفسه مرات ومرات ومرات. كانوا الفلسطينيين يتفاوضون على اتفاقية أوسلو ولا بلغوا المصريين. لنا هدف حنا، وهدفنا هو خدمة الشعب الفلسطيني، لأن مؤمنين أن قضيته عادلة، لكن مو بذنبنا أن هذا اللي الله عطاه من القيادات. ونرحب بضيوفنا وضيفي العربية الليلة الكريمين من القاهرة الدكتور عبد المنعم سعيد رئيس مجلس إدارة صحيفة المصري اليوم، وعبر الهاتف معنا من المنامة الكاتبة السياسية سوسن الشاعر. مرحبا بكما معنا في العربية الليلة على شاشة العربية. دكتور عبد المنعم، أبدأ معك. حديث الأمير بندر بن سلطان إذا تحول لحديث العالم، لماذا برأيك كان له هذا الوقع الكبير أولا؟ أولا أعتقد أنه من أكثر الأحاديث توفيقا في الصحافة التلفزيونية العربية في خلال السنوات الأخيرة. سمو الأمير كان متدفق، كان لا يقرأ من ورقة، كان يتحدث من القلب، سواء متحمسا أو حزينا على أوضاع الإخوة الفلسطينيين. طرق يعني أبواب مناطق ساخنة من المسيرة الطويلة للفشل الفلسطيني في تحقيق هدف التحرر الوطني اللي حققته كل الدول العربية ما عدا الفلسطينيين. قدم تفاصيل دقيقة للاهتمام العربي والسعودي. أنا أعرف جيدا أنه جمهوره كان كما ذكر في البداية أريد أن أتحدث إلى السعوديين. هذا أمر هام، لأنه من المهم للنخبة وللقيادات السياسية أن عند مرحلة معينة أن تطلع الناس والجماهير للحقائق التي جرت، خاصة وأن هناك الكثير من الحرب الفكرية والإعلامية الزائفة التي تدور حول هذه القضية بالذات، القضية الفلسطينية، لدرجة تسميم الكثير من الأجواء العربية. أعتقد أنه أعطى كل ذي حق حقه، وواجه الأمور بصراحة، ليس لكي يهاجم القيادة الفلسطينية أو غير، وإنما لكي يقول للشعب السعودي، وأعتقد في هذه المناسبة الشعب العربي كله، الحقائق حول هذا الموضوع. نستمع إلى سيدة سوسن من المنامة في هذا الخصوص. سيدة سوسن، مرحبا بك معنا. لماذا اعتبرت أن السعودية دشنت بهذا اللقاء مدرسة إعلامية جديدة على الجميع وعلى السعودية تحديدا في مقالك الأخير؟ أعتقد أن ما قبل لقاء بندر بن سلطان كان الإعلام السعودي شيء، وما بعده 180 درجة شيء آخر. السعودية بسياستها العامة وبسياستها الإعلامية بشكل خاص كانت متحفظة دوما، كانت تحافظ على يعني اعتبارات الآخرين، تراعي مشاعرهم، وإن أصيبت بضرر أحيانا هناك اتهامات تكال لها، أحيانا هناك سوء فهم، لا ترد، دائما هي تسير في نهجها وسياستها،
تتحفظ دائما ولا ترد، وإن كان في رد سيكون رد مغتضب دائما. ولا يمكن، يعني ما شاهدنا السعودية طول هذه الفترة أنها تكشف ما وراء الكواليس، وأحيانا ما يجري وراء الكواليس يكون في صالحها، ومع ذلك كانت من الإيثار بحيث تعطي الكريدت للآخرين. الآن الوضع اختلف الكثير من الاعتبارات. اولا لم يعني تصل يعني الاضرار التي تحيق بالمملكه مثل ما هي الان، سواء كانت هجمات عسكريه، اخلال بالامن. فوق هذه كلها تحملت السعوديه وتعطي وتؤثر، الى ان وصل الامر بالمؤتمر الاخير الذي عقد في بين الفصائل الفلسطينيه، وسمعوا كلام ما توقع، ومثل ما قال الأمير بندر لم نتوقع أن نسمع مثل هذا الكلام، وما صدق في البداية إلى أن شاف الصوت وصورة. إذن يعني ما عاد بالأمر في احتمال لأن تستمر السعودية بالنهج السابق، وعلى الطرف الآخر هناك استمراء وتمادي بالإساءة لها، إضافة إلى أن هناك أجيال جديدة ظهرت لم تعايش ولم تعاصر الأحداث السابقة وما شهدت هذه المواقف. يعني إحنا اللي كنا يعني معايشين لهذه الأحداث لا نعرف عما يحدث وراء الكواليس، ومع ذلك الأجيال الجديدة تخيلي لا يعلمون مواقف بلادهم ويسمعون تلك الاتهامات تكال لهم. الآن آن الأوان أن يعرفوا، مثل ما قال أمير بندر للشباب السعوديين، للشابات السعودية، أن يعرفوا أن لبلادهم مواقف مشرفة، وهذا هو التاريخ وهذه هي الحقائق. وسنأتي على بعض المقتطفات تباعا، ومن ثم أعود إليكما. يرقصون في نابلس فرحة بضرب الرياض إلى آخره، مع كل هذا مع كل الآلة، ومع أنه كان ما لنا قطعة علاقات كاملة مع أبو عمار وجماعته، بس ما قطعنا علاقاتنا مع القضية الفلسطينية. فلسطين مين بهذا ولا رؤسائها، فلسطين هي فلسطين، هم يتسببون في الضرر مو بحنا. وصاروا القيادات الفلسطينية يعتبرون طهران وأنقرة أهم من الرياض والكويت وأبوظبي، كأن ما يبون شيء يحرك أمورهم عشان يخلص الشعب الفلسطيني من محنته. دكتور عبد المنعم، عندما يقول الأمير بدر بن سلطان بأنه لا مجال لتحقيق أي شيء في ظل وجود القيادة الفلسطينية الحالية، يعني وهو يتحدث بلسان مسؤول سابق وأيضا دبلوماسي مخضرم، هل هذا يعني بأن الفلسطينيين اليوم بحاجة لقيادة جديدة، وكيف يتم ذلك؟ هذه قضية معقدة، لابد أنه الإخوة الفلسطينيين نفسهم يقررونها. يعني أعتقد عندما ذكر هذا الموقف كان يقول للشعب الفلسطيني هذه هي الحقائق، أن هناك منذ بداية القضية حتى منذ الثلاثينيات فرص ضائعة المرة بعد الأخرى، أن هناك فشل في إقامة الدولة، لا يوجد دولة في العالم يمكن أن تقوم بينما هناك ازدواج في السيطرة على السلاح، أن الموقف الفلسطيني لم يكن يعني هنقول إيه شريفا عندما جاء الأمر أنه احتلال الكويت، عندما ضربت الفجيرة، عندما تم ضرب الأراضي السعودية، كان الموقف باستمرار يقف في الطريق الآخر، سواء كانوا في وقت من الأوقات الألمان، الأوقات السوفيت، الأوقات صدام حسين، الآن اللعب مع الإيرانيين والأتراك الذين لا يوجد شك عن موقفهم العدائي من الدول العربية جمعاء. من هنا يعني القضية أيضا في عالم الإعلام الحديث هي معروضة على الشعب الفلسطيني، لأنه الشعب الفلسطيني اللي أحيانا يخرج في مظاهرات، أحيانا يحرق الأعلام
ويدوس على الصور إلى آخره، إنه هذا الوضع اللي احنا بنشوفه جيلنا أكتر من 50 سنة أو 60 سنة، هذه المشاهد آن الأوان إن يبقى فيه تفكير عقلاني، تفكير يتعامل مع الواقع، تفكير أيضا يستفيد من الموارد والقدرات العربية على الحديث مع العالم ومع الطرف الآخر. الإخوة الفلسطينيين للأسف لا يبذلوا جهد في محاولة كسب الحلفاء قد ما هم بيبذلوا جهدا فائقا في خسارتهم. طبعا زي ما قال سمو الأمير إنه القضية الفلسطينية على الأقل بالنسبة لجيلنا كانت هي القضية المحورية، وهي القضية التي يقضي فيها القادة أكثر من ثلثي وقتهم عندما يتحدثون مع الأطراف الأخرى في العالم. لا يوجد حوار استراتيجي جرى مع الولايات المتحدة من أي دولة عربية دون أن يكون ثلثي الحديث عن القضية الفلسطينية، بينما القضايا الخاصة بالدولة والقضايا المصالحة المباشرة وإلى آخره كلها بيتم التعامل معها بطرق مختلفة أخرى، إنما مع القيادة، مع رئيس الولايات المتحدة أو رئيس ألمانيا أو أي رئيس آخر، كان بيتم إنه يعني يكون مركزا على الحقوق الفلسطينية. لكن أعتقد إنه التجاوز الآن وصل إلى نقطة، خاصة إنه يعني في أشياء يعني تثير السخرية، أن المصالحة تجري الآن في تركيا، يعني انه الاتراك الان هم اللي هيقوموا بعمليه طيب. المصالحه بين حماس التي تمتلك حق اطلاق الصواريخ كلما ان لها ذلك ان تفعل، يعني الامر شويه يعني تفريط كبير في حقوق الشعب الفلسطيني. طب سيده سوسن، هل ما زال هناك الوقت متاح لاصلاح ما يمكن اصلاحه ام فات الاوان؟ يعني لانه الامير بندري يقول وكثيرون في الخليج نحن مع القضيه ولكن ليس مع القياده، كيف ذلك؟ يعني من الواضح أن القيادات الفلسطينية الحالية تخسر يوم بعد يوم حلفائها في الدول العربية. لم يبقى لها صديق غير قطر، وقطر أيضا تلعب على الانقسام اللي حاصل بين القيادات الفلسطينية. أما بالنسبة للبحرين والإمارات والسعودية، هي يوم بعد يوم قاعدة تخسرهم، رغم أن كل الدول العربية بما فيها البحرين بما فيها الإمارات والسعودية أكدوا أكثر من مرة أن احنا متمسكين بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، متمسكين بحل الدولتين، بالمبادرة العربية للسلام، الجميع يؤكد على ذلك، وكأننا احنا أحرص على الشعب الفلسطيني من هذه القيادة. مع الأسف الفرص الضائعة عبر التاريخ تؤكد أن هناك وكأن فعلا لا يريد الحل، كلما حانت فرصة وكلما فتح باب أغلق وضاعت هذه الفرصة. الأمر داخل الفلسطينيين بينهم بين بعضهم، إذا كانوا تعجبهم هذه القيادة أو لا تعجبهم هذا شأن داخلي، نحن لا نتدخل في شؤونهم الخاصة. إن كانوا يريدون دماء جديدة، أشخاص جدد يخاطبون المجتمع الدولي بلغة عصرية، يفهمون يتعايشون مع المتغيرات، هذا شأنهم. إن كانوا يريدون هذه القيادة فأيضا هذا شأنهم، إنما خيوطهم مع الدول العربية مع الأسف بدأت تضعف وتتقطع، ويتحملون جزء كبير من هذه المسؤولية لهذا السبب، لأن ما في دولة عربية يعني قصرت تجاههم، سواء في دعم سياسي، دعم عسكري، دعم مادي، على طول كل الدول العربية لم تدخر جهدا في سبيل أنها تعطيهم اللي يعني يبحثون عنه. أنا أشكرك جزيل الشكر سيدة سوسن الشاعر الكاتبة السياسية من المنامة، ونشكر أيضا ضيفنا من القاهرة دكتور عبد المنعم سعيد رئيس مجلس إدارة صحيفة المصري اليوم، شكرا لكما. استضافت السعودية مؤخرا مؤتمرا افتراضيا لوكالات فضاء دول مجموعة العشرين لمناقشة اقتصاديات الفضاء. استراتيجية السعودية تشمل توطين صناعة فضاء وتطوير وتصنيع أحدث الأنظمة لمراقبة الأرض ضمن رؤية 2030 التي يقودها ولي العهد. تواصل السعودية سعيها عبر رؤية 2030 التي يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى تعزيز دورها في عالم الفضاء وصناعة تقنياته، وجاء إنشاء الهيئة السعودية للفضاء من أبرز العوامل لتحقيق الاستراتيجيات المرسومة.
مؤخرا استضافت السعودية اجتماعا هو الأول من نوعه بصفتها رئيسا لمجموعة العشرين، حيث جمع وكالات الفضاء في دول المجموعة افتراضيا لمناقشة اقتصاديات الفضاء. هذه فرصة مناسبة لأنه يتم تقديم ملف الفضاء لأول مرة في دول مجموعة العشرين، وهذا يعني يؤكد للعالم ويؤكد للجميع أهمية هذا المجال وكيف أن المملكة تدرك هذا الشيء وتبغى تقدمه. قادة وكالات الفضاء الذين اجتمعوا تسعى معهم السعودية لتنفيذ استراتيجيتها التي تهدف لتوطين صناعة الفضاء وتلبية الاحتياج المحلي لمختلف الأغراض وتطوير وتصنيع أحدث الأنظمة لمراقبة الأرض وتعزيز خدمات المعلومات الجغرافية وكذلك إشراك القطاع التجاري المحلي. السعودية تسعى أيضاً ضمن أهداف رؤيتها في مجال الفضاء إلى أن يكون لها دور في بعثات المهام الفضائية الجوية الدولية أو الإقليمية واستغلال الفرص التي يتيحها إدخال النظم الفضائية التي تقدمها منظمات أخرى في القطاع الجوي. كما تعمل السعودية على تعزيز مستوى التعليم العالي في علوم الفضاء والطيران والبرامج التدريبية في المملكة وتنمية الموارد والاهتمام بقطاع الطيران والفضاء والتشجيع على انتشار واستخدام مشاريع وخدمات قطاع الجو والفضاء على الصعيد الوطني في الحكومة والقطاع الصناعي وعامة الجمهور. أكد معهد الشؤون النقدية الدولية الياباني في دراسة له أكد أن الإصلاحات الاقتصادية التي تضمنتها رؤية 2030 ساهمت بشكل كبير في تماسك المالية العامة للسعودية خلال جائحة كورونا. أضافت الدراسة أن رؤية الاستشرافية للمملكة ساعدتها في تخطي أزمات أسواق النفط. العربية ليلة مستمرة وفيها بعد الفاصل سنستضيف غالب بن شيخ رئيس مؤسسة إسلام فرنسا من باريس، انتظروه. تفتح فرنسا صفحة شائكة في مواجهة ما يراه رئيس إيمانويل ماكرون نزعة انفصالية لدى بعض مسلمي فرنسا، يعني باختصار الحد من التأثير الخارجي على مسلمي الداخل. مشروع ماكرون بدأ بشكل مثير للجدل بسبب تصريحات له اعتبرت مسيئة وبسبب استخدامه المفرط لكلمة الإسلام واستخدامه عبارة إسلام فرنسا. وفي آخر التطورات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لم يفوت الفرصة لتوجيه سهامه إلى عدوه الأبرز حاليا ماكرون. دائما هناك جملة تثير الجدل في فرنسا، إسلام فرنسا، الفرنسيون يقصدون بها تجنيب مسلمي فرنسا التأثيرات الخارجية عبر التمويل وبعض التيارات المتطرفة، تقول أنه يوجد إسلام واحد ولا يمكن تفصيل إسلام على قياس أي بلد. هناك أيضا إشكالية التمويل، فرنسا العلمانية لا تمول دور عبادة، فتقول جمعيات إسلامية يرفضون تمويل بناءنا لمساجد ويرفضون أن تمولنا دولنا التي ننحدر منها.
للحديث أكثر حول هذا الموضوع نرحب بضيفنا من باريس غالب بن شيخ، رئيس مؤسسة إسلام فرنسا، الذي انضم إلينا عبر شاشة العربية وفي نشرة العربية الليلة. مرحبا بكم معنا سيد غالب في العربية الليلة، وسعداء جدا بظهوركم معنا على شاشة العربية عبر العربية الليلة. بداية، هل أساء الرئيس إيمانويل ماكرون التعبير بوصل فيه انفصالي فرنسا؟ مساء الخير، وأنا الذي سعيد أنني متواجد معكم. خطاب إيمانويل ماكرون الرئيس الفرنسي كان منتظرا منذ ترأسه البلاد، وفي كل مرة كان يؤجل إلى يوم الثاني من هذا الشهر، فربما كان فيه بعض الشبهات وبعض الخلط فيما يخص العبارات، ولكن الفكرة والخطاب السياسي هو الرد على أقلية من المسلمين، ولكن التاريخ دائما مكتوب من الأقليات الناشطة، أقلية من المسلمين الذين يريدون تفويت فرصة أنهم يعيشون في انسجام داخل المجتمع الفرنسي، حيث يعتقدون أن رؤيتهم للقوانين المستمدة من الشريعة الإسلامية أقصد لا تتماشى مع القانون الأساسي للدولة أي الدستور أو بعض القوانين الوضعية، ولهذا استعملت كلمة النزعة الانفصالية لبعض المسلمين أو المتأسلمين أو الإسلامويين. وعندما قال الإسلام في أزمة أيضا خرج المؤيد والمعارض، فالبعض رأى سيد غالب بأن رأي ماكرون ذهب بعيدا في عبارات معينة عن الإسلام، بينما رأى آخرون أنها مصارحة كانت ضرورية. كيف تنظرون أيضا إلى ذلك؟ لأن باللغة الفرنسية ليس هناك فرق ما بين الإسلام كدين له شعائره وطقوسه وروحانياته، والإسلام كحضارة وعديد من الثقافات. ليس لنا ما يعادل بالفرنسية كلمة كريستيانيزم وكريتيانتي، بينما للأسف الشديد فيما يخص اللغة الفرنسية الإسلام حينما يكتب بإي صغيرة ليس كالإسلام حينما يكتب بإي كبيرة، وهذا لا يفهم حينما تنطق الأمور. على كل، الإسلام كمجتمعات للأسف الشديد، وإن كان هذا لا يسرنا، هو في أزمة كبيرة، حيث أنا شخصيا أرى أن هناك قوس من شمال نيجيريا إلى جزيرة جولو مرورا بالقرن الإفريقي، دون أن أتكلم عن الشرق الأوسط، هناك مجتمعات من الإسلامية تعاني الأمرين. لا أتكلم عن الدين الإسلامي الحنيف وتعاليمه وقيمه، قيم التآزر والتآخي والتعاضد والرفق والحلم والسمو بالروحانيات، ولكني أتكلم عن التقهقر وعن النزق وعن التخلف وعن التخلف عن الركب الحضاري، وهذه حقيقة مرة لابد أن نعترف بها. وأرى أيضا أن الجامعات التي تدرس اللاهوت الإسلامي مثل ما يقال لا تدرس، لا أريد أن أعمم، مثلا الإنسانيات والفلسفة وما وصل إليه الفكر الإنساني. أريد أيضا أن أضيف كلمة أخرى، هي أن الكثير من الأجيال المسلمة وبعض المجتمعات المسلمة تعاني من جهل مقدس وجهل مؤسس وجهل مركب، وربما حتى في بعض الأحيان من جهل مبرمج من بعض الأنظمة، وهذه هي الحقيقة المرة. فعلينا نحن هنا في فرنسا أو في أوروبا حيث المناخ فوق رأسنا ديمقراطي نوعا ما، ولا لنا من الحرية نوعا ما، أن نأخذ بزمام الأمور وأن نصلح ما نريد أن نصلحه، وخاصة أن يكون الفكر نيرا وأن تكون. تفضلي. إلى أي مدى هذا الكلام الذي أشرت إليه في نهاية حديثك
يتعزز من خلال لقائكم الأخير وتعزز لمدة ساعة ونصف تقريبا مع الرئيس إيمانويل ماكرون الذي قدم بدوره لمؤسستكم 10 ملايين يورو؟ تكلمنا مطولا عن ضرورة تشييد معاهد وخاصة معهد سامي للدراسات الإسلامية، حيث لا أريد أن تختزل الحضارة الإسلامية في قضية حجاب أو قضية عدم مصافحة المرأة أو شيء من هذا الهراء أو هذه الترهات. هذا من جهة، ومن جهة أخرى مع الرد الأمني لابد أن يكون إجابة إجابة أمنية للهجمات الإرهابية للأسف الشديد، وحيث أنه فندت بعض المؤامرات مؤخرا، مع هذا لابد أن يكون رد وتكون إجابة تربوية ثقافية حضارية اجتماعية، وهذا لب الحديث الذي دار بيننا، وكنا أيضا قد تجاذبنا أطراف الحديث في أمور أخرى. طيب سيد غالب، ما هو دوركم اليوم كمؤسسة إسلام فرنسا لنقل هذه الصورة الجميلة عن الإسلام خصوصا في أوروبا، وفي ظل هذه النظرة الإسلاموفوبيا في العالم والتي بدأت تتطور مؤخرا مع كثرة الهجمات الإرهابية؟ أنت محقة سيدتي الفاضلة أننا نعاني الأمرين، ووجدنا أنفسنا بين فكي كماشة، أو نحن بين مطرقة التطرف والتقوقع والانزواء والانكماش من جهة، ومن جهة أخرى الكراهية والبغضاء والشحناء التي تأتي من جانب اليمين المتطرف ضد المسلمين. فعلينا لابد أن نتعامل مع هذه الأمور بكل حكمة وتريث وبرودة أعصاب، وخاصة بكل كرامة، وأن نسعى وراء طلب العلم والمعرفة مع القيم الجمالية، وأن نسترد كرامتنا وأيضا مجدنا الذي لا يكفي أن نتغنى به، بل أن يكون واقعا ملموسا، وخاصة المجد العظيم، مجد الحضارة الأمبراطورية الإسلامية التي تتماشى مع نزعة للأنسنة في الآونة الحاضرة. شكرا جزيلا لكم من باريس، غالب بن شيخ رئيس مؤسسة إسلام فرنسا. عفوا. إلى طاولة ما في براتيسلافا سلوفاكيا على هامش منتدى عالمي للأمن، جلس وزيرا خارجية تركيا واليونان في أول اجتماع بينهما، جلسا منذ بدء الأزمة في المتوسط. المعلومات عن الإعلام التركي ذكرت أن النقاش تناول قضايا ثنائية وإقليمية، لكن اعتبر الحوار ربما انطلاقا لمحادثات استطلاعية تتناول الملفات الشائكة بين الطرفين، لا سيما الأزمة شرق المتوسط بين ما تسميه أنقرة حقها في مياه المنطقة، وأخيرا إعادة افتتاحها فماجستا المهجورة في قبرص، ما أغضب كلا القبرصيين واليونانيين. ونرحب بضيفنا من القاهرة اللواء المتقاعد جمال مظلوم، محلل عسكري والاستراتيجي، مرحبا بكم معنا. نتحدث عن أول لقاء بين تركيا واليونان بعد أشهر من السجال العسكري والدبلوماسي، كيف يجب النظر في هذا الخصوص؟ يعني الحقيقة أنا بعتبرها خطوة ممتازة طبعا، لأن احنا عارفين أن الأوضاع في منطقة الشرق المتوسط متوتر، يمكن نقدر نقول داخل على 6-7 شهور دلوقتي، وأنا بعتبرها خطوة بناءة، وكان في طبعا إصرار أو يعني في شروط كانت محطوطة ما بين الجانبين في عقد هذا اللقاء، ما فيش شروط مسبقة، لأن يعني طبعا نحل مثل هذه الأمور. أنا بتصور الحقيقة دي خطوة بناءة لتهدئة الأمور، لأن احنا عارفين أن الفترة اللي فاتت الحقيقة شهدت توترات جديدة كتيرة، كان منها مثلا يمكن عملية التدريبات العسكرية اللي أجرتها تركيا في شرق المتوسط،
وشفنا تدخل أو دور للولايات المتحدة الأمريكة الولايات المتحدة الأمريكية في الفترة الأخيرة، وطبعا الإعلان عن إعداد قاعدة داخل اليونان للولايات المتحدة الأمريكية في جزيرة كريتي الحقيقة. فأنا بتصور أن السياسة التركية يمكن خلال الفترة الأخيرة هددت الأمن والاستقرار شرق المتوسط، وأنا بعتبرها خطوة بناءة الحقيقة. نتمنى أن هي تحل مشاكل أو الموضوعات العالقة بين الجانبين، ولو أن هي كتيرة الحقيقة. ولكن المشكلة دلوقتي طبعا إذا كان هي بتحل الأمور مع اليونان، إنما المشكلة في قبرص. قبرص الحقيقة عندنا مشكلة أزلية منذ الاحتلال التركي لشمال قبرص، وبرضو تركيا بتحاول بقدر الإمكان فأخيرها طبعا زي ما حضرتك قلتي، وطبعا عمليات التنقيب برضو في المياه الإقليمية القبرصية، قبرص بتعتبرها تهديد لأمنها القومي. مشكلات كتيرة الحقيقة متعلقة، فنتمنى أن هي تكون خطوة على الطريق لحل مثل هذه المشكلات. طيب، بحكم خبرتك العسكرية سيد جمال، هل المسألة اختلفت لو كنا نتحدث عن صراع قوى مختلف من نوع آخر، أي دولتان ليستا بحجم قوة اليونان وتركيا سواء من الدعم العسكري وأيضا الدعم الدولي؟ لا، الحقيقة أنا عايز أقول يعني يمكن أن التوازن العسكري ما بين الجانبين ربما تكون تركيا متفوقة فيه، لأن تركيا الحقيقة بتحتل في تعداد القوات المسلحة الموجودة في حلف الناتو هي تاني دولة بعد الولايات المتحدة الأمريكية الحقيقة. إنما اليونان في الفترة الأخيرة الحقيقة عملت بعض العقود العسكرية وأعادة تنظيم قواتها المسلحة الحقيقة، والمشكلة أن الدولتين دول أعضاء في حلف شمال الأطلنطي، وطبعا دي تبقى مشكلة بالنسبة لما يبقى في دول حلف شمال الأطلنطي حوالي أعتقد 27 أو 28 دولة، لما يبقى دولتين في موقع حساس في مثل هذه الأمور اللي موجودة في البحر المتوسط جنوب الاتحاد الأوروبي. ويعني عايزين نقول أن في بعض الدول مع طرف ضد الطرف الآخر الحقيقة، فدي هتعمل مشكلة في حلف الناتو الحقيقة اللي احنا بنعتبره أو هم الأوروبيين والولايات المتحدة الأمريكية الغرب كله بيعتبر ان ده الخط الفاصل ما بين التهديدات لروسيا لأوروبا وللولايات المتحدة الأمريكية. فأي تصدع في هذا الحلف الحقيقة هيشكل تهديد للمحور الغربي كله بالكامل. إنما أنا بتصور ان الجهود بتبذل في الوقت الحاضر الحقيقة سواء كان من الاتحاد الأوروبي أو سواء كان من الولايات المتحدة الأمريكية أو سواء من الدول الرئيسية اللي موجودة في الاتحاد الأوروبي في سبيل الوصول لحلول وتهدئة الأمور. وأعتقد ان تركيا من يومين الحقيقة سحبت احد المراكب الخاصه بالابحاث الحقيقه، فانا بتصور ان دي قد تكون خطوه على الطريق، ولو ان طبعا احنا عارفين ظروف تركيا وتطلعاتها في الوقت الحاضر ومحاولتها التوسع عسكريا زي ما احنا شايفين في سوريا وفي العراق وفي ليبيا وفي اذربيجان وارمينيا. يعني الحقيقه احنا دوله يعني الحقيقه بتشكل تهديد واستقرار لامن المنطقه كلها الحقيقه. شكرا جزيلا لك من القاهرة لواء المتقاعد جمال مظلوم، محلل العسكري والاستراتيجي. Bu hakikat ışığında hazırladığınız yol haritası çerçevesinde Maraş'ın güzel sahil şeridini halkınızın istifadesine sunma kararınızı راقب العالم كل تطور يخص إصابة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بكورونا. هرع العالم لمعرفة تفاصيل العلاج الذي تلقاه. إنه علاج من مختبر لي جينيرون، تلقى الرئيس جرعة واحدة منه.
العلاج عبارة عن مزيج من الأجسام المضادة، تحديدا من اثنين من الأجسام المضادة، وهي عبارة عن بروتينات مقاومة للعدوى تقوم بالتصاق بجزء من الفيروس الذي يشبه الشوكة والذي يستخدم لغزو الخلايا البشرية حسب صحيفة الشرق الأوسط. الدواء لا يزال تجريبيا، حاليا تجرى التجارب السريرية عليه، لكن الرئيس حسم الأمر. هذا الدواء هو الأمل، سيكون مجانيا خاصة لكبار السن. لكن كيف استطاع الرئيس الحصول على العلاج التجريبي؟ هيئة الغذاء والدواء الأمريكية قدمت طلب استخدام ما يسمى بالاستخدام التعاطفي من الشركة لاستخدام هذا الدواء التجريبي على أشخاص خارج حقل التجارب، ممارسة رائجة جدا في أمريكا. أما العربية الليلة فمستمرة معكم ولكن بعد قليل. وفي العربية الليلة سيكون هناك وثائقي قصير من إنتاج العربية حول ولي العهد الكويتي الجديد الشيخ مشعل الأحمد الصبح. وفي نهاية العربية الليلة نودعكم هذا الوثائقي عن سيرة ولي العهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد، وستون عاما قضاها في خدمة بلاده. إلى اللقاء. القسم الذي قسمتموه والذي قسمت أنا معكم والله الوطن الأمين. زكى أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وليا للعهد. مشعل الأحمد الجابر الصباح يوصف بأنه من أهم رجال الأمن في تاريخ دولة الكويت. الدستور الكويتي يمنح أمير البلاد مهلة عام لتسمية ولي العهد، لكن تسكية الشيخ مشعل الأحمد من قبل أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح لم تستغرق سوى 7 أيام، وباركت أسرة آل صباح هذه التسكية. صرح معالي وزير شؤون الديوان الأمري الشيخ علي جراح الصباح إن أسرة آل الصباح الكرام قد باركت تزكية حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه للشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وليا للعهد. إذا وافق أغلبية أعضاء المجلس، أي أكثر من نصف العدد الكلي لأعضاء المجلس، فنحن أمام موافقة على اقتراح الأمير. بعد هذه الموافقة يصدر أمر أميري بتعيين ولي العهد. الابن السابع للشيخ أحمد الجابر الصباح كان مقربا للشيخ صباح ومرافقا له في رحلاته العلاجية حتى رحلة العلاج الأخيرة في الولايات المتحدة. الشيخ مشعل ولي العهد هو ما في شك أنه لم يستلم منصب سياسي بالسابق، ولكن طبعا كان له دور كبير يعني كلصيق لكل أمراء الكويت ابتداء من الشيخ جابر الله يرحمه إلى الشيخ صباح، والآن هو مع صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف. نعم هو لم يعني يتبوأ منصبا سياسيا كمنصب سياسي، وهذه من الأمور التي يعني تعتبر من حسنات ولي العهد. كان رفيق الأمراء
لصيق بالأميرين على وجه الخصوص الشيخ جابر والشيخ صباح. طبعا الأمراء السابقين كان قريب منهم جدا، يعني ابن عمك وابن خالك يعني قريب جدا منهم، فكان مع الشيخ جابر في يعني أيام ما هو في وضع الصحي السليم، ومع الحقيقة عندما مرض كان أكثر قربا منه إلى أن توفاه الله، ومع الشيخ صباح أيضا قريب منه إلى أيضا مرض ورافقه إلى أن توفاه الله. الشيخ مشعل استمر نائبا للحرس الوطني الكويتي حتى عام 2020، أجرى داخل الحرس الوطني الذي تأسس عام 1967 العديد من الإصلاحات ساهمت في دعم القوات المسلحة وهيئات الأمن العام. أيضا له أدوار بارزة كثيرة بتنشئة وتطوير جهاز هام جدا بالكويت وهو جهاز الحرس الوطني، كان له الدور البارز فيه، وكان مترأس توجيهيا للجنة الرباعية، وهي اللجنة الرباعية عبارة تجمع كل الجهات العسكرية، الجيش والداخلية والحرس الوطني بالإضافة إلى الإطفاء، وكان له الدور البارز برفعة وتنشئة وتطوير الجهات العسكرية بشكل عام. وأضف إلى ذلك كان له يعني دور بارز بالحرس الوطني بتطوير هذا الجهاز، بتطوير الأجهزة والمعدات و طرق مشتروات الأسلحة الجديدة للحرس الوطني، ورفع المستوى التعليمي والثقافي لمنتسبي الحرس الوطني بشكل عام. وعلى يقين أنه إدارياً وانضباطياً وأمنياً وأعتقد سياسياً رجل مثقف وواعي ومدرك، ولديه القدرة على أن يضبط الإيقاع، وخاصة أن الكويت في موقع صعب الحقيقة، شرقها إيران وهي قلقة، وشمالها العراق وهي غلقة أيضا. لذلك اليوم الأمن مطلوب، والشيخ مشعل باعتقادي والشيخ نواف رجلا أمن بالأساس. أنا أعتقد أن هنا يعني الأمن إن شاء الله راح يكون في جانب مريح، الجانب التنموي مع الشيخ الأمير، وبالتالي بالتأكيد سيكون معاه، والحكومة ستكون أيضا توجيهاته. ما أشك بأن الرجلين سيعملان على تنظيف البلد من الفساد. تعهد منذ أن تولى منصبه في الحرس الوطني بأن يضمن نظاماً يحفظ الترقي للضباط والأفراد حتى يحصل كل عنصر على حقه في الوقت المحدد دون الحاجة إلى الواسطة أو المحسوبية. قام بأدوار الحرس الوطني مميزة على المستوى الإداري ومستوى الكفاءة والتدريب ورفع وصقل الثقافة التعليمية لمنتسبي الحرس الوطني، وهذه الأمانة يعني من الأمور التي تحسب للشيخ مشعل. وأيضا كان له دور بارز منذ استلام الحرس الوطني بمكافحة كل ما يتعلق بالفساد، وهو لم يكن غائب عن باقي جهات الدولة، كان له دور كبير وتنسيق مع صاحب السمو الأمير الراحل الشيخ صباح الله يرحمه، وكان لهم دور يعني مساهم في كل السياسة المحلية والسياسة الدولية. لعب ولي العهد الكويتي دوراً حيوياً في مجابهة الإرهاب ومحاربة أفكار التطرف، مؤمناً بأن المنظومة الأمنية في الكويت كل لا تتجزأ، ومن بين أفكاره أن التنسيق المستمر بين وزارة الداخلية والحرس الوطني لا مفر منه للقضاء على الإرهاب ومقاومة الجريمة في المجتمع. الوظيفة الأولى لولي العهد أنه نائب الأمير، متى ما كان الأمير خارج البلاد آلياً وبدون الحاجة لإصدار قرار بذلك نائب الأمير هو ولي العهد. الوظيفة الثانية أنه يمكن للأمير أن يستعين بولي العهد أثناء وجود الأمير. نائب الأمير هو الأمير المستقبل، بما معنى إذا خلى منصب الإمارة ينادى بولي العهد أميرا. الآن يثور سؤال،
هل يمكن لولي العهد أن يمارس أنشطة عامة غير التي يكلفها به الأمير؟ النص لا يمنع، ولكن يفترض ألا يكون هناك ممارسة بطبيعتها تحمل تعارض، وفي ذهني ممارسة استقرت منذ 63 وانتهت في 2006، كان ولي العهد هو رئيس مجلس الوزراء، ولكن هذه الممارسة تتعارض بطبيعتها مع ولاية العهد. لماذا؟ لأن رئيس مجلس الوزراء له دور وفق قانون توارث الإمارة، غرس عقيدة راسخة للدفاع عن قدسية الوطن وأراضيه وتحقيق الأمن والأمان لمواطنيه. الشيخ مشعل الأحمد شخصية قوية لعبت دورا بارزا في فرض الأمن في الكويت وتحقيق الاستقرار خلال خدمته في مختلف مؤسسات الدولة. هو الحقيقة من أقوى الشخصيات في الأسرة الحاكمة، وهو أيضا رجل عايش الأوضاع من الستينيات إلى اليوم، يعني عايشها، والكويت مرت بمخاضات خطيرة. كل هذا الشيخ مشعل على اطلاع عليه، وأنا أعتقد أنه يقوم بأدوار رئيسية كان في السابق يمكن قلنا غير مرئية. الأجهزة الأمنية يوجه، أنا أعتقد الآن سيكون دوره أكثر حضوراً وقبولاً، وبالتأكيد هو حريص على عدم تسليط الأضواء عليه، يريد أعمال وليس يعني أشخاص، لكن الآن هو الآن الرجل الثاني بالدولة من حيث المنصب بعد الأمير، وبالتالي يعني بالتأكيد ستسند له أمور كان في الأول يمكن بعيد عن الجانب السياسي. اليوم لا خيارات إلا أن يكون في وسط المعترك السياسي. ظل الشيخ مشعل بعيداً عن وسائل الإعلام والصحافة خلال سنوات عمله، وتنوعت اهتماماته الشخصية، فبجانب هوايته للصيد والحياة البرية يعد أحد مؤسسي الجمعية الكويتية لهواة اللاسلكي والرئيس الفخري لها، كما تولى منصب الرئيس الفخري لجمعية الطيارين الكويتية منذ عام 1973. يعني ممكن يكلف الأمير بالقيام بمهام أخرى يقوم فيها كولي للعهد، والرجل حقيقة المفوض من قبل صاحب السمو يمثل الكويت في أي موقع، وهو بالتأكيد من الشخصيات الكفوءة والقادرة على ذلك. وهو لم يكن غائب عن باقي جهات الدولة، كان له دور كبير وتنسيق مع صاحب السمو الأمير الراحل الشيخ صباح الله يرحمه، وكان لهم دور يعني مساهم في كل السياسة المحلية والسياسة الدولية. وبرز الدور القوي للحرس الوطني الكويتي مع اشتداد أزمة كورونا في البلاد، لتساند عناصر الحرس الوطني قوات الجيش والشرطة في حفظ الأمن وتطبيق حظر التجول والتغلب على الجوانب المختلفة من الأزمة. طور هذه الأجهزة، وجدناها الحقيقة في كورونا، أن الحرس الوطني يتدخل يعني للجوانب الأمنية ويحمي وينقل ويعمل دوره كبير. أيضا الشيخ مشعل هذا الدور فيه وتطويره وتحسينه وتدريبه وتجهيزه بكل الإمكانيات. في عام 2018 قلدت وزيرة الجيوش الفرنسية الشيخ مشعل الأحمد وسام قائد جوقة الشرف من الجمهورية الفرنسية، تكريما لجهوده في بناء الكويت والوصول إلى مستوى احترافي في مواجهة الإرهاب. المجلس الوطني بعضويته طبعا برئاسة ولي العهد ورئيس رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية، بالإضافة إلى وزير الصحة ووزير المالية ورئيس الحرس الوطني ونائب رئيس الحرس الوطني. وهذا المجلس يعتبر وإن كان بعيداً عن يعني مجلس الوزراء وعلى الحكومة، ولكن تبعيته كلها مباشرة تكون لولاية العهد. هذا المجلس له الدور البارز الكبير برسم السياسات المستقبلية للدولة، وعلى رأسها خطة استراتيجية الأمن الوطني، أو بمعنى أوضح الخطة العامة للدولة.
يعني احنا متفائلون جدا بوجود الشيخ مشعل على رأس هرم هذا المجلس. وأنا بكل أمانة لاحتكاكي بسموه ومعرفتي فيه الشخصية أيقن كل اليقين أنه سيقوم بدور فاعل بما يتعلق برئاسة مجلس الأمن الوطني ورسم الخطة العامة للدولة التي يعني نستبشر خير فيها إن شاء الله بالمستقبل. في 8 من أكتوبر عام 2020 صوت مجلس الأمة الكويتي على مبايعة الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولياً للعهد، وأدى اليمين الدستورية لينتقل إلى موقع آخر في رحلته لخدمة الكويت، ولتوضع على كاهله مسؤوليات وتحديات جديدة. أقسم بالله العظيم أن أحترم الدستور وقوانين الدولة وأذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله وأصون استقلال الوطن وسلامة أراضيه وأن أكون مخلصاً للأمير. ونستلهم في ذلك توجيهات سموه حفظه الله ورعاه بأن الكويت باقية على التزاماتها الخليجية والأقليمية والدولية، فلك منا يا صاحب السمو السمع والطاعة.